أرى المنتخبات الأفريقية وماذا تفعل المنتخبات الأفريقية من خلال المتبقية طبعا من خلال مشاركتها في كأس الأمم الأفريقية. الاتحاد المغربي يفاوض خليل يوزوفيتش لخلافة رينارد. من المفترض أن خلاص هيرفي رينارد واحد من المديرين الفنيين أو المدير الفني لمنتخب المغرب. هناك حالة من عدم الرضا على وجوده مع المنتخب المغربي، وبيتقال أن في عرض من المنتخب السعودي لهيرفي رينارد. هنشوف اللي هيحصل. فالاتحاد المغربي بيتفاوض مع خليلو زيتش. مدرب تونس يرفض الراحة قبل مواجهة مدغشقر. بالمناسبة تونس قد تلعب 3 نقاط وصلت للدور 8 وهتلاعب منتخب مدغشقر. لأنا شخصيا منتخب مدغشقر من أهم وأفضل الفرق ومن أهم وأفضل المفاجآت اللي اتعملت في هذه البطولة. فريق منظم، فريق جيد، فريق عنده روح. عنده إيه؟ عنده روح. الناس بتموت نفسها في الملعب عشان رئيس الجمهورية قاعد، وحوالي 20-30 أو 1000 من جمهور مدغشقر جم مع رئيس الجمهورية وقاعدين. الألف دول، الناس دي مموتة نفسها عشان الألف دول والخمسمائة ألف، هم كلهم على بعض 500,000 أعتقد أو مليون مثلا بالكتير في مدغشقر. لكن الناس اللعيبة عندها قلب، عندها كده بتموت نفسها. فمدرب تونس بيرفض الراحة قبل مواجهة مدغشقر.